لا انا اغني في المسلسل. لا مش مفروض طبعا. صفية ممرضة وبنت غلبانة جدا تقوم طالعة بتغني وتعمل مش شكل عادي. خليها تغني، انا خليها تغني. ازاي؟ هنعمل اغنية لازم تغني فيها ان شاء الله. يعني في لحظات ما بعد الشفاء يعني بالنسبة لي وبالنسبة لها دي اكيد لازم الواحد يعني يغني لها يعني. فاكيد هيكون في اغنية تجمعنا انا وهي، وفي اغنية طبعا فيها معاناة من اللي بيحصل ده كله، اكيد مش اكتر عن اتنين يعني. ما تخافيش. فقط يعني. لا انا متهيألي برضو السادة المشاهدين يحبوا يسمعوكوا يعني. مر 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 مرينا مر 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 تأمرينا مر 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 مرينا مر 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 تأمرينا مر 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 حس بينا مر 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 صدقينا مر مرينا كلمينا حس بينا صدقينا مر مرينا كلمينا حس بينا صدقينا.